دعما لتعزيز وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلاد، فقد استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بمكتبه رئيس نواب البرلمان الأوروبي الذي يقوم بزيارة إلى البلاد، وقد تطرق الجانبان حول أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلاد. تقرير زميل أرجون محمد أحمد. في إطار التعاون القائم بين البلاد والاتحاد الأوروبي، لذا جاء هذا اللقاء للحوار السياسي الذي جمع بين نواب الاتحاد الأوروبي مع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، بهدف فتح مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز المسائل الأمنية في البلاد. وبهذه المناسبة أشار رئيس وفد نواب الاتحاد الأوروبي جورشيم زيلير بأن تشاد بلد الحرية والديمقراطية، مثنيا على الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل استجلاب الأمن. أما ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيسا إلينا أكدت بأن الاتحاد الأوروبي سيقف مع البلاد خاصة في الجانب الأمني، وبدوره رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي قائلا بأن هذا الوفد جاء تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية، ومع ذلك فإن البلاد ما زالت مستمرة في الكفاح ضد محاربة جماعة بوكو حرام الإرهابية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، مقدما في هذا المنبر نداء للاتحاد الأوروبي بالوقوف جانب البلاد في توفير الأمن والاستقرار في البلاد، متطرقا بأن الاتحاد الأوروبي تدخل في حل الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.